ننتقل الآن مشاهدينا الكرام إلى مدينة سان بطرسبرغ، حيث يعقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي ووفد المبادرة الأفريقية لتسوية الأزمة الروسية الأوكرانية جلسة مباحثات مع الرئيس الروسي. أفكارا وآراءكم الخاصة، وقد تحدثنا مع رئيس جنوب إفريقيا حول كل هذه الأمور، وشكرا لكم. En la volonté de notre délégation de vouloir apporter son humble contribution à la recherche. Excellence, Monsieur Vladimir Poutine, grand ami de l'Afrique, président de l'Afrique. Vladimir Poutine, وهو صديق للقارة السمراء، فخامة الرئيس فلاديمير بوتين، فخامة رؤساء الدول الأخرى ورؤساء الوزراء وممثلي الدول الأفريقية في الوفد الإفريقي، السيدات والسادة الموجودين هنا في القاعة، بداية أريد أن أتقدم لفخامة الرئيس فلاديمير بوتين وأشكره والشعب الروسي كاملا على حسن الضيافة هنا واستقبالنا هنا في سان بطرسبرغ في هذه المدينة الكبيرة والعريقة والجميلة. الاستقرار ليس فقط في إفريقيا ولكن في كل العالم. كما تعلمون فخامة الرئيس، فإن الحروب كانت دائما ذات نتائج مأساوية، وإذا دامت أكثر فإن تأثيراتها ستكون كبيرة جدا. طبعا لا نعلمكم شيئا فخامة الرئيس بشأن هذا، بالنظر إلى أن بلدكم قد عاش الكثير من الأحداث المؤلمة في الماضي والتي طبعا دامت كثيرا. اليوم هذه الأزمة تؤثر ليس فقط على دولتيكم وجيرانكم، ولكنها تؤثر أيضا على العالم أجمع، وخاصة قارتنا إفريقيا. هذه الأزمة أدت إلى انعدام الأمن الغذائي بشكل غير مسبوق، وطبعا بمجيئنا إلى بلدكم فإننا نحاول أن نعمل مع هيئتنا الممثلة للقارة الإفريقية. أردنا أن نظهر لكم الصداقة العظيمة التي ربطت دائما بين روسيا وإفريقيا. نحن دائما ونحن جئنا أيضا للاستماع إليكم وأيضا للشعب الروسي، ولنشجعكم خاصة على الدخول في مفاوضات مع أوكرانيا لتنتهي هذه المأساة. لقد استثمرنا في هذه المهمة لأنه كأفارقة، فللأسف طبعا نحن لدينا مآس كثيرة مررنا بها، ومن خلال الحوار فقط نستطيع حل هذه المشكلات. ومن خلال هذه التجربة فإننا نأمل أن نتقاسمها معكم على أمل أن نجد طريقا لحل هذه الأزمة. طبعا أخونا دفوزا سيقدم لكم مقترحنا، ونأمل أن تقنع بلديكم روسيا وأوكرانيا للذهاب إلى الحوار. وكما تعلمون فإننا قد ذهبنا أمس إلى أوكرانيا لنلتقي الرئيس زيلينسكي حتى نستمع إليه ولنقدم له مقترحه لحل هذه الأزمة.
فخامة الرئيس، سيداتي وسادتي، دعوني فقط أشدد على أن الوساطة الإفريقية التي نقودها ستكون وساطة من أجل السلام، ونكرر بأنه في هذه العولمة والعالم الذي نعيش فيه، حين دولة أو منطقة تتأثر بأزمة مهما كانت طبيعتها، فطبعا والكوفيد علمنا الكثير، فجميع الدول تكون مهددة، ولذلك علينا أن نبذل كل جهودنا لمنع الأزمة من الاستفحال. وطبعا هذه هي الرسالة التي جئنا لنقدمها إلى فخامتكم وإلى شعب روسيا. السلام بين دولتيكم الشقيقتين يبقى قضية مهمة جدا من أجل سلام منطقتكم والعالم ككل، ومن أجل إفريقيا خاصة إذا تحدثنا عن العلاقات الأسطورية التي كانت دائما لدينا مع روسيا. نحن زعماء الدول الإفريقية ممثلي إفريقيا نأمل بأنكم ستسيرون في طريق السلام، وسنسير مع دولتيكم، وأشكركم جدا. إذن je remercie monsieur le président Vladimir Poutine excellence monsieur le président cher Vladimir je voudrais commencer par vous remercier pour votre accueil et votre disponibilité je dois témoigner que Vous avez toujours été attentif à l'écoute de l'Afrique à chaque fois que nous évoquons nos préoccupations. نستمع إلى كلمة أخرى في هذا اللقاء الروسي الأفريقي ونعود. وأيضا لكربكم وتفضلكم بالوقت أود أن أقول إنكم كنتم دائما تستمعون إلى إفريقيا، وفي كل مرة حين نتطرق إلى ما يهمنا، وطبعا هذا يعكس العلاقات الجيدة بيننا والتي طبعا تعززت في قمة جنوب إفريقيا، والتي ستتعزز أكثر بسبب القمة التي ستعقد هنا في سان بيترسبورغ في يوليو المقبل. سيد الرئيس، أود أن أغتنم الفرصة لأشدد على شكري لكم لاستضافتنا بطريقة جيدة وبترحاب شديد، وفي سوتشي حين جئت كرئيس للاتحاد الإفريقي آنذاك لننقل لكم رسالة سلام ونزع أو تخفيض التصعيد، وأيضا لننقل اهتمامنا بشأن الحبوب والأسمدة الآتية من أوكرانيا وروسيا. لقد استمعتم لنا وأظهرتم رغبتكم طبعا في رفع هذا الحظر، وبسبب طبعا لاعبين آخرين مثل تركيا والأمم المتحدة كان هناك اتفاق عقد بشأن الحبوب. إذا نعود اليوم لزيارتكم ورؤيتكم سيد الرئيس في إطار مهمة وساطة جديدة، والتي طبعا رئيس الاتحاد الإفريقي ذكرها سابقا، الوساطة الإفريقية بين روسيا وأوكرانيا. أود أن أشدد على أن هذه المبادرة هي مهمة طيبة النوايا، وتظهر الرغبة الطيبة للقارة الإفريقية لحل هذه الحرب أو وقف هذه الحرب، وللمساعدة في حل القضايا الإنسانية، وفي أخيرا في إقامة أجواء الثقة ليكون هناك مناخ للحوار بين الطرفين. كنا أمس في كييف ونقلنا هذه الرسالة أيضا إلى الرئيس الأوكراني، ولاحظت بأن الحوار
الحوار لم يتم استبعاده حتى ولو أن الظروف طبعا وحتى ربما شروط بعض الشروط كانت موجودة، ولكن أنا مقتنع بأن روسيا وهي دولة مؤسسة للأمم المتحدة أيضا تحترم ميثاق الأمم المتحدة، وطبعا هناك كثير من القضايا التي تحدث أو سيتحدث عنها لاحقا زميلي من جنوب إفريقيا. أود أن أحدد هنا بأنه رغم الوضع على الأرض عسكريا فمن المهم أن نحافظ على أروقة الحوار والمحادثات مفتوحة حتى تحل على الأقل القضايا الإنسانية وتكون لها الأولوية، وكل القضايا الأخرى يمكن حلها لاحقا. وأعتقد بأن الجهود الإنسانية ينبغي تعزيزها أولا، وخاصة فيما يخص تبادل السجناء، وأظن بأن هذه القضايا يمكن ربما أن نتعمق فيها معكم. ولكن أود أن أحيي بأنه في 9 من يوليو في الماضي أظن بأنه طبعا مع إطلاق سراح بعض المعتقلين أو الأسرى آنذاك، فهذا كان شيئا جيدا وإيجابيا. سيد الرئيس، جئنا للاستماع إليكم أيضا ولنقول لكم إن إفريقيا تريد السلام بين روسيا وأوكرانيا، مع اقتناعنا بأن هذا السلام ممكن بالحوار والتسوية. شكرا. Also extend my greetings once again to my fellow heads of states, as well as the other colleagues or heads of government and envoys of the presidents who cannot be here. Let me say that we would like to thank you for agreeing to meet us. We are a 7 African nations أخرى إلى زعماء الدول وأيضا الزملاء الآخرين من رؤساء حكومات ومبعوثين للرؤساء الذين لم يمكن أن يكونوا معنا. دعوني أقول إننا نريد أن نشكركم للموافقة على الاجتماع بنا، فهناك عدد من الدول الإفريقية التي اتخذت مبادرة للسلام، ونحن الآن في مهمة سلام لنحاول ونشجع على السلام بين روسيا وأوكرانيا في هذا النزاع. لدينا 7 نقاط أو 10 نقاط نريد أن نرفعها إليكم، وطبعا مقترحنا يدور حول 10 أشياء. الأول هو أننا نريد أن نستمع أولا، فنحن هنا للاستماع كما استمعنا أمس إلى الرئيس زيلينسكي، فهو شدد وذكر بعض القضايا، وقلنا له بأننا سنلتقيكم حيث إننا سنستمع أيضا إليكم وإلى منظوركم بشأن هذه الحرب، ونريد أن نستمع باحترام وأيضا بالاعتراف والإدراك بأنكم تثقون بنا. ولكن أيضا ندرك بأن هناك الكثير من المقترحات التي وضعت من قبل عدد من لاعبين أساسيين في العالم الذين وضعوا مقترحات للسلام، ومقترحنا لا يتنافس مع المقترحات الأخرى التي قدمت. النقطة الثانية التي نود أن نذكرها وهي شيء أساسي بشأن المقترح،
هي بأننا نؤمن بقوة بأن هذه الحرب ينبغي أن تحل وتحل من خلال المفاوضات ومن خلال الأدوات الدبلوماسية. الحرب لا يمكن أن تستمر إلى الأبد، كل الحروب يجب أن تنتهي وتحل في مرحلة ما، ونحن هنا فقط لنوصل لكم رسالة واضحة بأننا نريد أن تنتهي هذه الحرب. نقول هذا لأن هذه الحرب لديها تأثير سلبي على القارة الإفريقية وعلى دول أخرى أيضا، العديد من الدول حول العالم. فكقارة نحن قد تأثرنا سلبيا فيما يخص اقتصاداتنا وأسعار السلع التي ارتفعت، خاصة الحبوب والأسمدة، وأسعار أيضا الوقود قد ارتفعت. وطبعا هذا من عواقب الحرب التي تستمر، ولهذا السبب نحن هنا أيضا وفي مصلحتنا الجماعية أن تنتهي هذه الحرب. النقطة الثالثة التي نود أيضا الحديث عنها هي أننا نريد تخفيضا للتوتر والتصعيد في هذا النزاع، فتصعيد النزاع من قبل الطرفين لن يعزز آفاق السلام، ونريد أن نرى أن يتم التخفيض حتى نجد طريقا للسلام. النقطة الرابعة والتي أيضا غطيت في العديد من المقترحات الأخرى هي بأننا نعترف بسيادة الدول فيما يخص ميثاق الأمم المتحدة، ونعم في إطار ذلك الميثاق نؤمن بأننا كلنا ينبغي أن نعمل طبقا للمبادئ الدولية المعترف عليها، ولذلك السبب نريد أن نقول إننا نعترف بسيادة الدول في إطار ذلك الميثاق. النقطة الخامسة التي نود أيضا أن نرفعها هي أنه ينبغي أن تكون هناك ضمانات أمنية لكل الدول، وطبعا هذه القضية تم رفعها من قبل الطرفين بأن كل طرف يريد ضمانات أمنية، ونحن نوافق على ذلك. النقطة السادسة التي نود رفعها أيضا هي ما يؤثر على بلداننا، ونود أن ندعو لفتح تحرك الحبوب في البحر الأسود، ومهما كانت العراقيل هناك ينبغي أن تزال وحتى تتحرك الحبوب والسلع وتدخل إلى الأسواق. النقطة السابعة أيضا هي أننا ينبغي أن نضمن أن هناك دعما إنسانيا لأولئك الذين هم بحاجة إليه والذين يعانون بسبب هذا النزاع. النقطة الثامنة التي رفعت أيضا ورئيسنا ماكي سال ذكرها فيما يخص إطلاق سجناء الحرب أو أسرى الحرب من الطرفين. قضية أخرى طبعا مرتبطة بهذا وهي الأطفال الذين علقوا في هذا النزاع، ينبغي أيضا أن يعودوا إلى حيث ينتمون إلى منازلهم. والنقطة التاسعة بالنسبة إلينا هي أن كل حرب تؤدي إلى الدمار، فينبغي أن يكون هناك إعادة إعمار ما بعد الحرب، وينبغي أن ندعم إعادة الإعمار ليحدث بعد الحرب.
النقطة العاشرة فخامة الرئيس بوتين هي أننا نريد أن نرى تواصلاً أكثر فيما يخص المسارات التي ستؤدي إلى نهاية هذه الحرب. وذكرنا هذه النقطة خاصة مع الرئيس زيلينسكي، وهو وافق وقال نعم، وكقارة إفريقية ودول إفريقية موجودة هنا يمكن أن نلعب هذا الدور. إذن أود أن ألح وأدعو إلى أنه بعد اتصال اليوم ستكون هناك اتصالات أخرى، لأن إنهاء الحرب طبعا يتطلب اجتماعات عديدة واتصالات، وكقارة إفريقية ممثلة هنا وكسبع دول موجودة هنا من إفريقيا نحن نؤمن بأن هذا ما يمكن أن نشارك به، وهذه المشاركة طبعا نفعلها مع احترامنا الشديد للبلدين باحترام المواقف وأيضا ما تحدث عنه، وإيماننا بأن هناك موقفا مشتركا يمكن التوصل إليه، موقف يمكن أن يؤدي إلى السلام. العديد من المقترحات قد قدمت نستطيع أنها تضع أساسا لسلام، وهذا ما نريد أن ننظر فيه ونبحث فيه حتى نتمكن جميعا من المشاركة في إنهاء هذه الحرب. تلك هي فخامة الرئيس بوتين، هي النقاط الرئيسية التي ذكرناها أمام الرئيس زيلينسكي والتي الآن سنضعها أمامكم. ونحن نؤمن بأن الوقت قد حان للطرفين ليتفاوض وينهي هذه الحرب، لأن هذه الحرب تكلف الكثير وتزعزع الاستقرار وتضر العديد من الدول حول العالم، ونحن كدول إفريقية نشعر بالعواقب هذه الحرب. إذن جئنا هنا من أجل هذا الأمر، وأود أن أنهي بالقول إن هذه مهمة تاريخية. القارة الإفريقية تمثل، والممثلة هنا بسبع دول، لم تنخرط في مهمة من قبل مثل هذه المهمة، وأقول بأننا اتخذنا هذه الخطوة بإيماننا بأننا يمكن أن نشارك. وأود أن أشكركم لإعطائنا الوقت وللاستماع إلى ما جئنا لقوله، ولكن الأهم هو أننا نريد الاستماع إليكم. شكرا جزيلا لترحيب بنا. Вы хорошо знаете, я уверен в этом, что все проблемы на Украине начались после государственного, неконституционного, вооруженного и кровавого переворота на Украине в 2014 году. И этот переворот был поддержан западными спонсорами. Они, собственно говоря, и не стесняясь об этом говорят и говорили. Даже назвали сумму, которую они истратили на подготовку. من أننا نستطيع أن نساهم في هذا الأمر ونشكركم على الوقت الذي сегодняшних правителей. ولكن في بدايتي علينا أن نستمع لرأيكم. После этого госпереворота часть населения Украины не поддержала этот государственный переворот и объявила о том, что население этих سوف أعطي كلمة لكل منكم، لكل رئيس من رؤساء الوفد، وبودي بعد الكلمات الثلاثة الممثلين أود أن أقول بعض العبارات بشأن الأهداف. فأولا كما تعرفون جيدا، فإن جميع المشكلات في أوكرانيا بدأت بعد الانقلاب غير الشرعي الدموي في عام 2014، وذلك الانقلاب كان مدعوما من قبل
الغربيين، فهم يتحدثون علنا عن ذلك، وحتى هم أعلنوا عن مبلغ قدموه لهذا الانقلاب غير الشرعي. فالانقلاب كما قلت كان غير شرعي. وثانيا، بعد هذا الانقلاب جزء من أوكرانيا لم يؤيد ذلك الانقلاب، وأعلنت تلك المناطق بأنها لن تخضع للسلطة الحالية في كييف. فروسيا كانت مضطرة لدعم هؤلاء الناس، وأقصد بسبب الاتصالات التاريخية والثقافية واللغوية والروحية مع أولئك الذين كانوا يقطنون في تلك الأراضي منذ فترة طويلة. كنا نسعى لحل الوضع سلميا، وربما قد سمعتم بأننا وقعنا على الوثائق والاتفاقيات بين طرفي النزاع في مينسك، ومع ذلك فبدأت عملية تسوية مينسك، والسلطة الحالية في كييف خدعتنا وأعلنت أنها لن تلتزم بالاتفاقيات المشتركة، وانسحبوا من تلك العملية السلمية. وبعد ذلك روسيا كانت مضطرة للاعتراف بالأراضي الروسية في أوكرانيا، أقصد لوهانسك ومقاطعة لوهانسك ودونتسك. أما الآن فأنتقل إلى المرجعية القانونية، فهل كان يحق لنا الاعتراف باستقلال تلك الأراضي طبقا للأمم المتحدة؟ نعم، كان يحق لنا القيام بذلك، لأن استرشادنا بالميثاق الأممي، فهذه الأراضي كانت باستطاعتها أن تعلن نفسها مستقلة. وبعد التوصل إلى اتفاق للصداقة والتعاون طبقا لميثاق الأمم المتحدة، كان يحق لنا تقديم الدعم الضروري، لأن نظام كييف اتخذ تدابير وإجراءات ومحاولات لحل هذه المشكلة عسكريا وبالقوة، وبدأت عملية عسكرية في 2014 باستخدام الطيران والدبابات والمدفعية. إن نظام كييف قد شن حربا في عام 2014، وطبقا للمادة 55 من ميثاق الأمم المتحدة كان يحق لنا تقديم الدعم الضروري استرشادا بهذه المادة. أيها الأصدقاء الأعزاء، هذا هو المنطق الذي أردت أن أعرضه عليكم. فطبقا لخبرائنا نعتقد أن هذا منطق مطابق لميثاق الأمم المتحدة، هذا أولا. ثانيا، وهذا يشغل بالنا جميعا ويتعلق بالاقتصاد العالمي والأغذية والتضخم، ألفت نظركم إلى أن الأزمة في أسواق الحبوب وأسواق الغذاء لا تعتبر نتيجة الحرب في أوكرانيا. هذه الأزمة كانت تتطور وتحدث ما قبل الحرب، وبدأت بسبب محاولات الولايات المتحدة والدول الأوروبية التي كانت قد بدأت تمارس استهداف النقود لحل مشكلاتها التي ترتبت على وباء كوفيد-19. بسبب طباعتها للنقود، ربما 9 تريليونات دولار وربما 5 تريليونات يورو في أوروبا، فقد اشتروا جميع البضائع في العالم عبر الاحتكار، وكل هذا تسبب
إنه تحصيل حاصل كما يقال. أما فيما يتعلق بصفقة الحبوب فنحن ندرك أنه رغم كل شيء وكل المشكلات المتعلقة بالأزمة الأوكرانية، وسواء كان الأمر يتعلق بما يحدث بين روسيا وأوكرانيا، أفريقية التي تحتاج إلى حبوب يجب أن لا تتعرض إلى كل هذه المشكلات. ونحن عرضنا إمداد أفريقيا بالحبوب لنحل مشاكل الفقر والجوع، وتوجهنا إلى جانب الأمين العام غوتيريش وقدمنا مقترحنا لتصدير الحبوب إلى إفريقيا وخاصة الدول الفقيرة أولا، وقدمنا مثل هذه التنازلات. وما هي النتيجة أيها السيدات والسادة؟ بودي أن أعلن أرقاما، أرقام حقيقية. في 15 من الموانئ الأوكرانية بمشاركتنا ومشاركة تركيا فقد تم تصدير 31.7 مليون طن من المنتجات الزراعية، 31.7 مليون طن إلى الدول الإفريقية: جيبوتي، الصومال، السودان، ليبيا، إثيوبيا. تم توجيه 976 ألف طن. أيها السيدات والسادة، فقط 3.1%. فهذه السلطات الاستعمارية الجديدة الأوروبية وحتى الأمريكية من جديد خدعت المجتمع الدولي والدول الفقيرة الإفريقية. 31.7 مليون طن، فقط 3.1% منها أرسلت إلى إفريقيا. ألا يدل هذا على خدعة؟ إنهم يكذبون على العالم كله، وعلى مدى مئات السنين كانوا يكذبون. وتمت توجيه 38.9% إلى تركيا، 11%، ثم إلى دول أخرى. فلذلك ألفت نظركم، تصدير الحبوب الأوكرانية إلى الأسواق العالمية لا يسوي هذه المشكلات بالنسبة للدول الإفريقية. سوف نعود إلى هذا من جديد. أما فيما يتعلق بالمفاوضات، أيها الأصدقاء الأعزاء، روسيا لم تتخلى عن هذه المفاوضات. بودي أن أقول إنه بفضل مشاركة الرئيس إردوغان وفي تركيا جرت سلسلة من المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا بشأن صياغة شروط الثقة وتحضير النص للاتفاق. وطبعا لم نتوصل مع أوكرانيا إلى أن يكون هذا النص سريا أو علانيا. مشروع الاتفاق هذا تم التوقيع عليه من ممثلين عن كييف. هذا هو التوقيع. اتفاقية الحياد المشترك وضمان أمن أوكرانيا، الضمانات الأمنية كما ذكرتم السيد الرئيس 18 بندا. طبعا هناك ديباجة وإضافة، وهذا الملحق يشمل المعلومات الدقيقة حتى الخاصة بعدد الدبابات والمدفعية وغيرها من الأمور.
تم التوقيع على هذا الاتفاق من وفد كييف. هناك التوقيع، التوقيع موجود، ولكن كما قلنا بعد انسحاب قواتنا السلطات في كييف قوضت أو وجدت أو رمت هذا الاتفاق في مزبلة التاريخ كما يقال، تخلت عن هذا الاتفاق. فأين الضمانات؟ وحتى في هذه الظروف لم نتخلى عن إجراء المفاوضات. أيها الأصدقاء الأعزاء، لا روسيا، إنها ليست روسيا، أوكرانيا لا تريد التفاوض. وحتى الرئيس زيلينسكي قد وقع على إجراء هذه المفاوضات مع روسيا من قبل، وأنا أشاطركم قلقكم، ونحن على استعداد للبحث في مقترحاتكم. نحن لم نتخلى عن هذه المفاوضات، أوكرانيا هي التي رفضت المفاوضات وتخلت عنها، وحتى هناك مرسوم رئاسي أوكراني. أما عن تبادل الأسرى فهذه العملية تتواصل، وشكرا لكم لذكركم هذا الأمر. طبعا هناك جهود تبذل من قبل المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات وغيرهما من الشركاء، ونحن مستعدون لإجراء هذه العمليات.